فاتمة هو بها الحين يوم النوايا كلهن صافياتي والحق دمى يوجد ودايم سعيدين ونفوسنا سمحه وسكر. والله طول الله عمرك انت والمشاهدين. اولا اشكرك انت يا الاخ ماجد بن شراع واشكر زيارتكم لنا في محلنا. اما القصيد والقصيد واجد وله مناسبات، ولكن انا طلبت يعني من النوع اللي الفكاهي. انا عندي قصيده فمدورتها الابل السايبه، فيه ناس دائما هم في ظهور سياراتهم ينشدون عينت لي ناقه، عينت لي بعير، عينت لي عينت عينت عينت، ولا يجون الا ضاوين، واللي يلقونه منها يخلونه مكانه. و تمثلت فيهم ابيات انا ابي اسمعك بيها. اقول يلا ادخيلك من حصاد لساني، يلا ادخيلك من حصاد لساني، والله ما احب اظلم جميع انساني، والعلم ينصل لي هم اللود اللي يبوس من الظما وتعاني، تعاني من الحرمان والجوع والشقا، الماء شايب واهل الشيباني، وعزتي للب من راعيها اللي مهملها بلا رعياني، والب تبى واحد يرعابها من القفيف اللي طرف بشياني، ولا يخليها بنجد ورمثه من عبل البره الى عرداني، اما براشه عندها ويوده والله يخلي عندها سوداني، وان كان يبغى مزاين ام رقيبه ينصى الشمال ودير الدوشاني، ولا الجنوب يروح يم الصاقب والعرق ويسر ديرته الشبعاني، وان كان ما يقدر على ما قلت يبيعها ويرخص الاثماني، والثاني اللي كل مصبح وافطر رتب وقام ينشد العرباني، يقول ابرشدها للمشويه وانشد ويراجن وهن مراني، والصبح بعد يسنافح بيثر وانشد معلى وانشد بخيتاني. طبعا القصيده مسمياتها محليه ولا الموضوع عام من على والصبح بعد يسنافح بيتر وانشد معلى وانشد بخي ثاني، اما رزقني الله بغدا معترض ولا قدوع وطبخه العجلاني، والعصر بعد ثواي نبحه وبمراجيعي لبوريداني، ثم عرضه واحد وقلب شربها لقيتها قبل امس وموداني مع انش ماريه وحاشن كرشمي وثنتين على هنشاهد العرضاني ومحنت شاتن فوقهن دويمع وحمرا علىها مطرق العضياني، وثلاث منهن فوقهن رويتش بصفر وحمر مختلفة الألواني، واللي علمت فيها قال وش معها صفر وحمر مختلفة الألواني، ثم قال ظنك وين بلقاهن ومن أنهن جايات يا سليماني، أنا من أول ما نويت أدور إلا بعد محيط علم جاني، علم سمعته من هلال الحرة لبهت خبر وقرب لها وكداني، قالوا لقوا خلفاتنا مطرودة تحن ما لجي ولا حيراني كبارها تجفل من السيارة وصارها جلايب الشرقاني، لكن بروح والصبح برجع نهارنا طرف ولا يمداني، أما عقلها الله وجتني واردة ولا لقيت مشبب من خواني، ولا لقاها كبها متانها ويقول بشبرها النهار الثاني، أنا معي موتر ولا أقدر فيها وهي تدغم على همل وبدانية بعد الديرة وفي ديرتها وبكرة تبى تبرد لها شيراني، وقام يتعلم ويتنشد عنها وهي اضطرت شنها الشرقاني، وقال لا رحب ابو من انتيله قامت تدود وشربت الحضاني، قلب الفديره وهو فديره حصان داب وكل شيء ثاني هذا، وصلى الله على نبينا محمد اللي حطم الطغيان وسلامتكم. والله انا سويت لي في بعض المرات نجلس في 10 رياجيل ولا 8 ولا يوم التفت ولا كل عايم في جواله وكل يضحك من جواله واصابعه رايحه جايه في الجوال، واللي بس سوالف والشايب يغالي شو اسمه يتلفت ما يلقى احد يسولف معه. واقول اليوم هالرجل كانه جالس لحاله، لو كان مليان المجلس رياجيل ما دام كلنا مدنق فوق جواله واصابع ايداه يدفن ومجابيل يجلس وقدام رجله حط فنجاله وراحت عيونه تشابه للدرابيل والشايب اللي يسولف ما حد بحاله، فاتت على هالسوالف والتعاليل. سلامك. سالم. انت سالم. القصيدة الثالثة أقول يا سعود ناظر لحيتي دوك شايبة والشيب بالعارض تبين رسايمه، يا الله جنبنا الزمان ومصايبه اللي ملذاته تباري شقايمه، أنا لقيت الصبر تحمد عقايبه والصدق نور لك يبدد ضرايمه، صبر الرجل عما يزعل قرايبه وراقب الرب ما تعدد نعايمه،
كم واحد نقفه وفارق حبايبه، لو ضحك الدنيا ما هي بدائمة، لابد من قبر نتركج نصايبه، وجانا ثمار اللي يجرعه بقدائمة، أما استفاد ورب حنه جلايبه وليتهاون، ما تفيده ندايمه وجنب طريق يلحقنك نشايبه، خل المنهو يعجب انه قوايمه لأن صحته قام يهبط ترايبه ويفسخ ذراعينه وينشف عمايمه وكثر فراريعه وشبت شبايبه وملعون ميقظ فتن تنوهي نايمه ورفيقك حقوقه لي جاك صايبه لي شرح ناصيك والوقت ضايمه. رفيقك حقوقه لي جاك صايبه لي شرح ناصيك والوقت ضايمه. يبغاك بالشده تفرج كرايبه لي ترد اللي ضعيفك ضعيفه عزايمه. ورفيقك الطيب تظلك شحايبه يدفيك من برد الزمان وشمايمه اللي على طاله اشباق الركايبه. جوار بيته شرع في ولايمه ابيض صحايف يوم تنشر كتايبه. يقرا كتاب الله ويا صرحايمه وصلاة ربي عذار يا هبايبه على نبي نقتدي فعلايمه وسلامته. صلى الله عليه وسلم. صح لسانك ابو هادي. اقول انا البارحه ليلي سهرت اوله واتلاه. انا البارحه ليلي سهرت اوله واتلاه راعي نجوم بس ما مبره الجاسي اللي جيت برقد قام صدري يجي بملاه مغارة سلا بلغنا والتنهاتي هواجيس قلبي مثل سيل على منحاه يجنه بغار اعداد كل ليل جافاتي وبشكي على الله والله اللي له المشكاه هو اللي علم احوال الاحياء والاموات انا طالب عفوه وفضله وفرجواه شاله يغفر ذنوبي اللي كثيراتي هو القادر اللي يعلم السر ما يخفاه يجيل العطايا مطلع بالخفياتي وانا اللي اعرف كل التجارب من دنياه مجرب واعرف الناس وعيوني مراتي اعرف الذين شافني ضحكته بشفاه لكن السريع الهرج في وقت غيباتي يحب النميمه والله اللي يبي يجاه وراء النميمه فوق وجهه علاماتي ورفيق السوالف ما يباني وانا ما ابغاه اللي صار ما يحتش من شان حساتي رفيق السوالف ما يباني وانا ما ابغاه اللي صار ما يحتش من شان حساتي اذا صار وقت اللاجم ادوره ما القاه بقفي عنه ويروح من ضمن ما فاتي يكفي عنه من تفعل الطائله يمناه رفيقنا على الشدات ما هو مشماتي حشم الرفيق ويرخص الغالي للرضاه صدوق كلامه ما يجي فيه جلاتي عطوف على ربعه وجاره وضيف الله وله بالشدايد يوم ياتن وقفاتي وانا عاتي من صد عني ما احب اقفاه ركابي على المقفين ما هي بعجلاتي يجنب عن اللي ما يباني وجوج بلاه ورزقي على اللي فوق سبع السماوات وصلوا على اللي كلم الرب في مشراه محمد شفيع الخلق فوق الصلوات. صلى الله عليه وسلم. انت سالم. لان الشعر مليح مليح وقبيح قبيح ولا ينقاس تنقاس الرجوله على الشعر. فانا اقول الشعر ما هو مضرب الا الرجوله. كم شاعر يقصد ونارهم طفاه. يبى الرجوله ما رماه بحوله يا انا مجاه وهو هم مجاه. مغارب لسانه يعدد فعوله. ويغتر فيها اللي يصدق حكاياه يلقى معه بهاي من طب الاوله ما يعرفون الشعر مثله وشرواه دايم مع العربان يشعب ذلوله وان جيت تبل كيف عنده ما تلقاه هذاك جعل الله يشتال جوله اليسار قصر ثنين الطيب يمنعه المرجله ما يبتجي بالسهوله مثل الجبل يصعب على اللاش مرقاه المرجله دين وكرم في حلوله وبيت من يبغى الكرامه تنصاه والصدق والاخلاص ساس البطوله والبذل للمحتاج والعرف والجاه والذي شاف الضيوف قبلوا له يفرح ويكرم كل ضيف اللي جاه ويعرف وجيه عداه لو ضحكوا له اشرار خلق الله تخافه وتخشاه دايم على طاله اشباق خيوله هذاك يجعل المنايا تعداه يطبق على نفسه كلام يقوله ويقوم تال الليل من خشيه الله هذاك لنقال القصيد صنتوله اللي صار شعره من شجم مجاياه ونجم سير رحبه وفشحوا له وحطوا له المركه تحت كوع عسرة. والله انا انصح شو اسمه الكريم الحقيقه علمه طيب سواء انه يجود الكريم كريم وبعض الناس يخاف ان يلحق بعض النقص ولا بعض السب ويتحمل الجود من شان اكرام ضيفه. فانا الكرم صفه محموده والله يحب الكريم. اما الاشراف فالاشراف ما هو بطيب خير الامور اوسطها. اي نعم. اما القصيده الثانيه اقول سبحان اللي يعلم الخافيات سامع دبيب النمل فوق الصفات اللي بصوت سبع وسبع رفعها هو الاله مكون الكائنات خلق عباده
ثم قسم أرزاقهم وفرض على المؤمن صيام وصلاتي، وأنا الذي هي ضميري وحسني شيء اللي لقيته في تجارب حياتي، راح القريب اليوم يكره قريبه، عقب التجمع كيف راح وشتاتي، كل يقول العرف والراي عندي ما غير أحد يصنع المعجزاتي، كل يقول العرف والراي عندي ما غير أحد يصنع المعجزاتي، ومن كان غادي ما صحح مسيره خليه يروح بسلة المهملات، يكفيك عنه اللي بوقت الشدايد ستر الرفيق ويعرف الواجبات، يعرف قدر نفسه وقدر رفيقه ويضفي على ربعه اشقاق العباتي، ولين صيت باللواجم لقيته فيها الشروط الطيبه كاملاتي، ولقيت ناس همهم شون غيرهم ويلوثون الجو بالمشكلاتي، ما يقدرون الا على الكذب والرده واحبالهم عن غيرها قاصراتي، ولقيت ناس همهم حفظ دينهم ويطهرون اموالهم بالزكاتي، الضيف يستانس ويرغب عندهم وصفاتهم دايم من احسن صفاتي، ولقيت ناس تفتخر في فعولها وباقوالهم يرقون بالنايفاتي، ضحاكتهم بالوجه الشذاب تلقفه ويقطعون الروس بالمرهفاتي، لكن حدت كالايام كبهم شراب قيض شافوا الصاملاتي، لكن حدت كالايام كبهم شراب قيض شافوا الصاملاتي، ولقيت راع المال كلن يخدمه ولا الفقير علومهم صلحاتي، والناجح اللي بالعمل راقب الله سبحانه اللي يعلم الخافياتي وسلامته. وانت سالم. القصيدة الثانية يقول فيها، يقول هل ينتقي في مثائله ويختار من صدق الكلام ودلائله، يخاف يلقون الرجال العوارف بيوتنا للقانون والشعر مائله، والردي المعرفة ما يهمني هذاك غادي لو مشى في قوائله، يظهر عيوب الناس ويكب عيبه دائم على النمات تومي شلائله، ويحسب انه دائما في سعادة ما يدري ان الموت تقرب رحائله، والبارحة عيني ان النوم ساهرة وقلبي جزوع وحرق انه ملائله، من وقتنا اللي حط بالناس فتنة والكل منهم قام يوقد فتايله، اللي من اول يرفع الراس ذكرهم واخوان في كثرة الحلال وقلائله، اليوم صار مجتمعهم تفكك وجود على قلبي لهايب شعائله، ختمني طش الربع ربح خسارة ما في فوت ولا تجر من الشايله، اللي عاد ما تلتف حول قبيلته وسوى مشاكلهم بشتى وسائله، واضفى عليهم مشرح العطف والرضا وغدالهم عدن قراح ثمائله، وعز الرجل في عز ربعه وجمعه، وهم درع الضافي اللي ارشد حمائله، وعز الرجل في الامشم القبيل اللي بهم يمناه بالحق طائله، ودار بلي ربع ما ينزل بها لو انها خضره من الوشم سائله، وترى جين تديره لجوك ربعك ايام ولا كل دنياك زايله، ورجل بلي ربع ما درك مرامه لو كان طيب ربعته من كمائله، ويلا تجمعهم على الرشد والهدى يا الواحد اللي ما تعدد فضائله، واختم كلامي بالصلاح على النبي، يقول هل ينتقي في مثائله وسلامتك. صح لسانك وانت سالم ابو هادي. اما القصيده هذه قلتها اسندها على الشاعر حنس بن سعد الذيابي، وحنس رجال شاعر، اقول لا والله الا عورني رجولي والعلم تال الصبح، والعلم لا والله الا عورني رجولي والعلم عند الصبح لن جيت بقوم، كني علي حمل عرضي وطولي ويزيد وزنه كل يوم من بثر يوم، ايضا لو شفت العذاره خجولي، كني وحيد مقبل الله على قوم، ونزلت كوري واستراح ذلولي، ومن عقب السبعين ما يلحقه لوم، نزلت كوري واستراح ذلولي، ومن عقب السبعين ما يلحقه لوم، عانوا حنس قبلي يصول ويجولي، واليوم جنحانه ترد احنا الحوم، ما بسنين اللي ولها بحولي، يوم الحديده للسنتين مفطوم، يوم الرمي والشوف رمي يهولي، ابو اردي وليلق الصيد ملحوم، واليوم تاب وتبع هدي الرسولي وغلق رصاصه ما بقي معه مطوم. وقت فات ما هو بهالحين يوم النوايا كلهن صافياتي والحق ما يوجد ودايم سعيدين ونفوسنا سمحه وسكر